خرجوا حراك كربلاء اليوم أمام فرع شركة توزيع كهرباء كربلاء للمطالبة بالكشف عن قضية الكهرباء. علما في محافظة كربلاء تأتي الكهرباء في النهار ساعة وفي الليل ساعة، لا نعرف ما هي الأسباب، الأسباب هي واضحة وهم لا يستطيعون قولها. الولاية إلى دول الجوار لاستفادة وارتفاع معنويات واقتصاد المحافظات دول الجوار، والهلاك إلى دول بلادنا الحبيب العراق. صاركم 18 سنة تكذبون علينا، الكهرباء وين راح تبدو ساحة من 18 سنة؟ 48 مليار صرفت على الكهرباء، اللي باقتها من وزارة الكهرباء، أنا أقول وزارة الكهرباء والأحزاب والمحاصصة والبرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية كلها تبوك، ولا 18 سنة ليش كهرباء ماكو؟ هاي أكو حياة الآن يقول لك أنا باليوم ما تجيني يوما ما جايتهم الكهرباء عمي. لذلك حسوا وقول يا الله هذا شعب، شعب انتخبكم، بس والله الكريم هاي الاصابع انقص قصها بعد ذات انتخبكم.